بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أفضل من دعا وأفضل من استغفر وأفضل من صلى وصام وحج وكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي تقيمه وزارة الأوقاف في يومها الثاني من هذا الأسبوع كعادتها في إرساء رسالة بيوت الله سبحانه وتعالى لإقامة الدين ولإقامة أيضاً ما يتعلق بوسطية هذا الدين ولنشر الثقافة والفكر الإسلامي الوسطي المبين. تحت رعاية كريمة من صاحب الفضيلة والمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ها نحن نلتقي وإياكم في هذه الأمسية الثقافية المباركة لنتحلق حول مائدة العلم وحول أدب من آداب الإسلام، ذلك أن لكل عبادة من عبادات هذا الدين آدابها المتعلقة بها، فللصلاة بل وقبلها للطهارة آداب، وللصلاة آداب، وللحج آداب، وكذلك للدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى آداب وشروط. فكما أن الدعاء هو مخ العبادة أو أنه هو العبادة كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وأن الإنسان أقرب ما يكون إلى ربه وهو يدعوه ويبتهل إليه، وأن الدعاء ليس له حدود، فبإمكانك أن تدعو ربك في كل وقت وحين من ليل أو نهار، إلا أنك حينما تلتزم بآدابه وشروطه تستطيع أن تكون أقرب وأقرب إلى الله عز وجل. فإذا ما توضأت وتخيرت الوقت الملائم والمناسب للتجليات الإلهية المباركة، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبلك، ذلك لأنه سبحانه وتعالى يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبلك في أي وقت وحين، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية وحدها تكفينا وحسبنا أنها توضح خيرية هذه الأمة
هذه الأمة التي أقرب ما تكون إلى ربها سبحانه وتعالى. نسأله في هذه الليلة المباركة أن نكون من الذين يقبل الله دعاءه في كل وقت وحين، وأن يهيئ لنا الفرص لقبول الدعاء. وقبل أن نبدأ وقائع هذه الأمسية، يسعدني أن أرحب بالمنصة الكريمة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف سابقا، وفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز، رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بالمنوفية. وأن أرحب أيضا بقيادات وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، فضيلة الدكتور محمود حلمي مسؤول الإرشاد الديني، فضيلة الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة، فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام محمد إمام المسجد الحسيني، وفضيلة الشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام المسجد الحسيني، كما أرحب بحضراتكم جميعا. الآن الميكروفون ينتقل إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف سابقا، ليتحدث إلى حضراتكم حول آداب وشروط الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي النعم ويكافئ المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فقال عز من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمدًا عبده ونبيه ورسوله، من أخذ بأيدينا إلى الله وعلمنا أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم وتكرَّم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن آله الأخيار الأطهار وأصحابه المتقين الأبرار، وارحم اللهم من جاء بعدهم، واشملنا اللهم معهم برحمتك، اللهم آمين آمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تجمعنا هذه الساحة المباركة، ساحي مسجد مولانا الإمام الحسين ابن علي، ونحن في أواخر شهر ربيع الأول، ربيع الأنوار. بركة الزمان وبركة المكان وبركة الصحبة، إذ يصحبنا في هذه الجلسة المباركة كوكبة من الأخيار ومن الأطهار، من المتقين والأبرار، من محبي آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنها لمناسبة كريمة أن نتحدث إلى حضراتكم في هذه الأمسية المباركة التي ما تفتأ تعقدها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الذي تتتابع وتتوالى الندوات والأسابيع الثقافية في كل مساجد مصر المباركة، وهو يرعاها ويحث عليها ويشرف عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يقبلنا وأن يجعلنا لديه من المقبولين، اللهم آمين. الدعاء أيها الأحبة الأكارم هو الباب الذي لا يوصد بيننا وبين الله عز وجل،
باب مفتوح على أي حال كنت، في أي زمان كنت، في أي مكان كنت، في أي ظرف كنت، من ليل أو نهار، في سعة أو ضيق، في صحة أو مرض، في نعمة وعافية أو في بلوى، على أي حال كنت باب مفتوح بينك وبين الله. ما يقول العبد يا رب إلا وقال الرب لبيك. يقول العبد يا رب، يقول له الرب لبيك. نعم، فالله عز وجل أمرنا بدعائه ووعدنا بالإجابة. وأخبر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا سألك العباد عني فأخبرهم يا محمد أني قريب، أني حبيب، أني مجيب لدعوة من دعا ولرجاء من رجا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، الأمر عندنا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليست المشكلة في إجابة الدعاء، فالدعاء بإذن الله مجاب، لكن المشكلة في من يدعو، في من يدعو أن يوفق إلى الدعاء. من أعطي لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وبدناً على البلاء صابراً فهو ذلكم المؤمن التقي السعيد الحفي. نعم، ليست المشكلة في أن نسأل عن الدعاء أجيب أم لم يجب، لكن المشكلة هل دعونا؟ هل توجهنا إلى الله؟ هل سألناه؟ إننا نغفل، إننا نغفل، إننا نتمسك كثيراً بأسبابنا المادية ونحن مأمورون بذلك، بل هو رسم الشريعة أن نتخذ إلى الغايات أسبابها وأن نعمل بجد واجتهاد. فما ينال ما عند الله إلا بالإيمان والعمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن من يتمنى على الله الأماني وقال وادعى أنه يحسن الظن بالله، هذا مدعٍ، هذا متقول على الله، لا بد وأن يتخذ الأسباب الموصلة إلى رضوان الله من عبادة وعمل وطاعة وإنابة وخشية، من أكل للحلال وبعد عن الحرام، من أداء ما وجب الله عز وجل عليه، ما أوجب الله عز وجل عليه، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه. ثم هو بعد ذلك لا عليه إلا أن يدعو، لا عليه إلا أن يتوجه. اسأل ربك فما تضيع بينك وبينه دعوة. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا يستجيب له هذا الدعاء، يا رب اعطني، يا رب ارزقني، يا رب كذا من مطلوباته الكثيرة يستجيب الله له، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قد تحجب الدعوة فيما يبدو لنا لكنها استجيبت، لأن الدعاء إلى الله يصعد، ولأن القدر بالبلاء ينزل فيعتلجان في السماء، لا هذا يصعد ولا هذا ينزل. أنجيت أيها العبد الصالح
بدعوة خرجت من فمك، وأنت منيب إلى الله، وأنت ساجد لله. دعوة ربما لا تلقي لها بالا، دفع الله عنك من السوء مثلها وربما ضعفها، وإما أن يدخرها لك في الآخرة. ولذا كان ابن آدم عجولا مستعجلا يدعو ويدعو ويدعو ويظن أن لا إجابة. ما من كلمة خرجت من فمك دعاء لله، ما تحرك لسانك بدعوة، ما انطبقت شفتاك على دعوة إلا استجيبت. إما أن تراها في الدنيا، وإما أن تنجى من السوء مثلها وضعفها، وإما أن تدخر لك في الآخرة. أما واحدة منهن فأنت ترى أثرها، استجيبت في الدنيا فتسعد، تسأل الله الولد فيعطيك الولد، تسأل الله سعة الرزق فيتسع لك الرزق، تسأل الله كذا وكذا فتعطى، فترى السبب للإجابة واضحة. أما الأمران الآخران فلا نراهما، فلا نرى ما يدفع عنا من السوء، ولا نرى ما يدخر لنا، فلربما تعجل أحدنا. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو ما لم يستعجل. قالوا: كيف يا رسول الله؟ كيف استعجاله وتعجله؟ يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيذر الدعاء. هذه المشكلة، تدعو فتدعو فتدعو فلا تحس أن هناك أثراً، مع أنه أثر خفي أو أثر مدخر، فتترك الدعاء. هذه المشكلة. ثم أمر آخر: هل كل الدعاء مجاب؟ أبادر وأقول لك: كل الدعاء مجاب، كل الدعاء مجاب. إن كنت مذنباً فدعاؤك مجاب، إن كنت مفرطاً فدعاؤك مجاب. ألم تسمع إلى ربك جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن هذا الصنف من الناس مسرف على نفسه، إنه لم يترك ذنبا ولم يترك خطيئة، ومع ذلك عاد إلى الله ورفع يديه إلى الله وقال: يا رب اغفر لي. ماذا كانت النتيجة؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألم يقل ربنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال بعض الصالحين: الله عز وجل أمرنا بالدعاء ولم يشترط علينا، لم يجعل له شرطا، ادعوني أستجب، ليس هناك شرط. ولما قال: وبشر الذين آمنوا، قال: وعملوا الصالحات، جعل لها شرطا، البشرى لها شرط، أن تتبع الإيمان بالعمل الصالح. إلا الدعاء ليس له شرط أن يخرج من فمك، أن تتفوه به إلى الله، أن تدعو الله في سرك وفي علنك، في مسجدك وفي بيتك، في نومك وفي صحوك، في كل حالاتك، وأنت قريب منه وأنت بعيد عنه. نعم نعم، في الأثر أو في الخبر أن سيدنا موسى قال يوما: يا رب، فقال له ربنا: لبيك. قال موسى لربه: يا ربي، من أنا حتى تجيبني بالتلبية؟ أنت أنت، أنت الرب العظيم، أنت الرب الكبير، فمن أنا حتى تقول لي لبيك؟ لأنه جرت العادة أن يقال لبيك من الأدنى للأعلى، يناديك رئيسك في العمل أو والدك فتقول له: لبيك يا أبي، لبيك، تقال من الأدنى للأعلى. لكن أن تقال من الملك الأعلى سبحانه لعبد من عباده: لبيك. قال له يا موسى: ما يناديني عبد
بالربوبية إلا أجبته بالتلبية. ما يقول عبد يا رب إلا قال الرب لبيك. قال موسى يا رب أهذا لكل عبد صالح؟ قال بل ولكل عبد عاص. قال موسى يا رب هذا الصالح وهذا الطائع بطاعته فما بال العاصي؟ قال يا موسى إن أنا عاملت المحسن بإحسانه فأين يذهب جودي وكرمي؟ أين يذهب جودي وكرمي؟ الله يستجيب لنا جميعا، لكن علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم أن نتأدب بآداب الدعاء، أن نتأدب بآداب الدعاء. فلكل شيء آداب، الصلاة لها آداب، الوضوء له آداب، الذكر له آداب، لقي الناس والتعامل معه له آداب، الدخول إلى ربك له آداب، قراءة القرآن لها آداب، لها آداب وأخلاق. فما آداب الدعاء؟ آداب الدعاء أن تطيب مطعمك، أن يكون مطعمك حلالا. هذا خال سيدنا رسول الله سعد بن أبي وقاص يسأل سيدنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فأطاب سيدنا سعد مطعمه فكان مستجاب الدعوة. نعم، أسر في سيرة سيدنا سعد حكايات غريبة تدل على أنه كان مستجاب الدعوة. لماذا؟ أطاب مطعمه. وذكر سيدنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أحيانا يقع في الحرام، يأكل حراما، يأكل رشوة، يأكل غصبا، يأكل سرقة، يأكل من عمل لم يخلص فيه، غش فيه أصحابه، وعدد من صنوف الوقوع في الحرام عافانا الله وإياكم منه. ثم بعد ذلك ندعو الله: أربع على نفسك، تأن قليلا، راجع حساباتك، راجع حياتك. أأطبت مطعمك حتى تكون مستجاب الدعوة؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر نبينا مثالا: الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. يقول سيدنا: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ إنه جعل بينه وبين فضل الله حاجزا بأكله الحرام. ثم ماذا بعد ذلك؟ أطبنا مطعمنا. أن نتوخى للدعاء الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة. أنت جالس في هذه الساح، في هذا المسجد المبارك، ادعو الله بسعة الرزق، ادعو الله بالعفو والعافية. دبر الصلوات ادعو الله، وأنت ساجد ادعو الله. في الثلث الأخير من الليل يتنزل ربنا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أوقات شريفة، أوقات مباركة تجأر إلى الله عز وجل فيها بالدعاء. آداب وآداب وآداب، يكفينا من هذه الآداب ما أشرنا إليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ أمتنا. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين. وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، سابقا على هذه الكلمة المستفيضة في أمر الدعاء، والتي تناولت زوايا وجوانب مختلفة ومتعددة. من ألطف أو من لطائفها: جميل أن تقول يا رب فيجيبك الرب
لبيك. هذا منتهى القرب بين العبد وربه سبحانه وتعالى، كما أشار فضيلته إلى أن كل ما يتعلق بالدعاء جميل. الدعاء كل ما يتعلق به حسن وجميل حقا، يكفي أنه يقربك من الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم المثل والقدوة، فقد كان صلى الله عليه وسلم ذاكرا بل داعيا ربه في كل حركة من حركاته وفي كل سكنة من سكناته، فإذا ما استيقظ من نومه صباحا دعا، وإذا ما أوى إلى فراشه دعا، وإذا ما خرج من بيته دعا، وإذا ما توضأ دعا، وإذا نظر في المرآة دعا، وإذا لبس جديدا دعا، وإذا أكل دعا، وإذا شرب أيضا دعا، وإذا ما انتهى من طعامه وشرابه دعا، بل إنه علمنا حتى إذا ما أتى الإنسان أهله دعا. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. كما أشار فضيلته إلى أنه ليس هناك قنوط ولا يأس من الدعاء إلى الله عز وجل، فإن الله يقبل دعوة المطيع ودعوة العاصي أيضا. جوانب أخرى فيما يتعلق بأمر الدعاء وآدابه وشروطه يتحدث إلينا من خلالها فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم التفسير بالمنوفية بجامعة الأزهر الشريف بكلية الدعوة. فليتفضل فضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صلاة نسعد بها في الدنيا والدين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البداية أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير والاحترام إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الندوات التثقيفية، ثم على المجالس الإقرائية، ثم على مجالس الفقه والفتوى، ثم على جميع ما يقدمه للدعوة الإسلامية من خدمات جليلة. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ثم أبدأ كلمتي هذه أيها الأحبة مستعيناً بالمولى تبارك وتعالى أولاً، ومتوسلاً بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ثانياً، ومستشفعاً بآل بيت نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم بمن نحن في رحابه وفي ضيافته سيدنا الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ثالثاً، ثم ملتمساً البركة من أولياء الله الصالحين في كل زمان وفي كل مكان رابعاً، ثم سائلاً المولى تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: قال المولى تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. من خلال هذا الحديث أيها الأحبة الذي قاله المولى تبارك وتعالى على لسان نبيه، يعلمنا المولى تبارك وتعالى كيفية الدعاء، وأن المؤمن إذا أراد المولى تبارك وتعالى أن يستجيب له الدعاء والضراعة التي يتضرع بها إلى مولاه في كل وقت وفي كل ساعة، فليبدأ الدعاء والضراعة إلى الله أولاً بالثناء على المولى تبارك وتعالى. وهذا ما تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء كما استمعنا من أساتذتنا ومن علمائنا الأجلاء له آداب، ومن آداب الدعاء أن يثني الإنسان على المولى تبارك وتعالى بما يستحقه المولى من ثناء قبل أن يبدأ العبد الطلب والدعاء من الله تبارك وتعالى. انظر أخي الكريم إلى ما جاء في القرآن الكريم وفيه ما يدل على ذلك: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك، ثناء على الله تبارك وتعالى، ابتهال إلى الله تبارك وتعالى، وحمد للمولى وتنزيه للمولى قبل أن ندعو وأن نرجو ونطلب من المولى ما نريده. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ثناء على الله قبل الدعاء وقبل الطلب، ورجاء من الله قبل أن أطلب وقبل أن أدعو. هكذا يعلمنا المولى في قرآنه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ثناء على الله تبارك وتعالى قبل الدعاء وقبل الرجاء، ولكن انظر بعد هذا الثناء الذي يستحقه المولى تبارك وتعالى، يأتي بعد ذلك الدعاء وتكون النتيجة كما جاء في الآية الكريمة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ولذلك أخي الكريم، إذا أردت أن يستجيب المولى تبارك وتعالى لك الدعاء، فابدأ الدعاء بالثناء عليه كما علمنا المصطفى وكما جاء في القرآن الكريم. اقرأ قول المولى تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم. ثناء على المولى تبارك وتعالى، تنزيه للمولى تبارك وتعالى، تقديس للمولى تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثناء على المولى تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث: من أراد أن يدعو فليبدأ بتحميد المولى والثناء عليه، ثم ليدعو بما شاء يستجيب المولى له. وإن لم تصدق أخي المسلم، فانظر إلى تلك الصورة التي حدثت من نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عندما يقف الناس في صعيد واحد ويتمنون أن يخلصهم المولى مما هم فيه، يلجؤون إلى الأنبياء فلا يستجيبون، ثم يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستجيب لهم، فيذهب كما ورد في الحديث ويسجد بين يدي ربه ويثني. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويثني على الله ثناء ما فتحه الله على أحد قبل نبينا، ولم يلهم به أحد قبل نبينا. فعندما يثني على الله بما هو أهله، يقول المولى تبارك وتعالى له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ولذلك في سورة الفاتحة هذه يعلمنا المولى تبارك وتعالى كيفية الدعاء وآداب الدعاء، وهو ماذا؟ إذا أردت أن تدعو فأثني على ربك، احمد المولى، قدم حمد الله وأثني عليه بما هو أهله، النتيجة تكون ماذا؟ الاستجابة كما ورد في الحديث وكما ورد في الآية الكريمة. ثم ماذا أيها الأحبة؟ هل الثناء على الله وحده يكفي؟ نعم يكفي، ولكن انظر إلى مكانة نبينا، وإلى عظمة نبينا، وإلى قدر نبينا عند المولى تبارك وتعالى، الذي قال له: ورفعنا لك ذكرك. وذكر النبي هو ماذا؟ كما هو معلوم لدي ولديك، أن الله إذا ذكر لا بد أن يذكر معه المصطفى صلى الله عليه وسلم، في صلاتنا، في ضراعتنا، في كل شيء لا بد أن نثني على الله بما هو أهله.
ثم نتبع الثناء بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه مرتبطة بتلك. ولذلك في الحديث الذي ذكرته سابقا، إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أدب من الآداب فهمه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال الدعاء محجوب، الدعاء موقوف حتى يصلي الإنسان على نبينا صلى الله عليه وسلم. فزينوا أيها الأحبة مجلسنا هذا بالصلاة على نبينا وبالثناء على الله، ثم سلوا ربكم ما شئتم، فإن المولى تبارك وتعالى يحقق لكم ما أردتم، وخاصة أننا في رحاب طاهرة في أماكن مباركة. انظر أخي الكريم إلى سيدنا زكريا عليه السلام عندما دخل على السيدة الفاضلة مريم عليها السلام، ماذا حدث؟ وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، ماذا قالت؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في المكان الذي كانت تتعبد فيه السيدة مريم، في الزمان الذي استمع فيه إلى هذه الكلمات، تضرع إلى ربه حتى يرينا المولى من خلال آيات القرآن أن هناك أزمنة مباركة وهناك أمكنة مباركة يستجاب فيها الدعاء. وإن لم تصدق اقرأ في آيات الذكر الحكيم، واقرأ في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تدرك ذلك جيدا. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. النتيجة ماذا؟ فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب، لم يغادر المكان الذي رأى فيه من كرامات الله ما رأى. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الدعاء له آداب أيها الأحبة. من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان المولى تبارك وتعالى وهو موقن بأن الله يستجيب له. إذا كان المولى كما استمعنا من أستاذنا يستجيب للعاصي ويقول له لبيك لبيك، فما بالكم بمن كان مقبلا على الله وينادي ربه. ولذلك يعلمنا هذا المصطفى من خلال الآية: إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم، تدعون ربكم وأنتم تلحون في الدعاء وأنتم ترجون الإجابة من الله. النتيجة: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في النهاية أيها الأحبة، أسأل المولى تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعل دمعنا هذا دمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وارض اللهم، وارض اللهم عن سيدي صاحب هذا المقام، وعن الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. من أراد مصر بسوء يا ربنا فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا
تبقي منهم أحدا، واحفظ مصر يا ربنا وأهلها وشعبها وجيشها وقائدا، إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بالمنوفية، على هذه الكلمة المستفيضة التي تحدث فيها أولا عن السبع المثاني وفضائلها وبركتها على قارئها. وحسبنا وكفانا أن الله سبحانه وتعالى قسمها بينه عز وجل وبين قارئها، فهذا فضل لا يدانيه فضل، وهذا كرم من الله لا يدانيه كرم، فلك ربنا الحمد والشكر دائما وأبدا. كما تحدث فضيلته على الثناء، ثناء الله سبحانه وتعالى، ومن هو أجدر من الله عز وجل بالثناء؟ إنه الذي خلقنا ونحن صنعته، صنعنا بيده، وهو أعلم بمواطن ضعفنا، فكيف لا يرحمنا؟ سبحانك ربي سبحانك. والثناء على الله سبحانه وتعالى أثنى به أنبياؤه ومرسلوه وملائكته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نختم هذا اللقاء المبارك بهذا الثناء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، حينما يناجي ربه قائلا: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. كما نستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع أعرابيا يناجي ربه قائلا: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه دعا ربه بالاسم الأعظم. فعلينا أن ندعو ربنا بأسمائه الحسنى، وندعوه بما نتذكره من ثناء عليه، لعل في هذا الثناء يكون اسما من أسماء الله الحسنى، أو يكون اسم الله الأعظم. بقي لي في ختاب هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام أن نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بالمنوفية، وأن نتقدم أيضا لقيادات وزارة الأوقاف بمنطقة القاهرة بفضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، فضيلة الدكتور محمود حلمي مسؤول الإرشاد الديني، فضيلة الشيخ أحمد محمود علي المدير العام لإدارة أوقاف وسط القاهرة، وفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام محمد إمام المسجد الحسيني، وفضيلة الشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام المسجد الحسيني. وأتقدم لحضراتكم جميعا بخالص الشكر والتقدير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وإياكم على خير ومودة ومحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.